وصلنا درب درب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبنا لكم وجبة ضرورية في رمضان، بس بعضهم يوصين أولادهم يجيبولهم من مطعم حال من مطعم بوي. حركة عمرش كلها دقيقة، ها تك 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 وانتي مخلصة. 2 بصل، شوية جلجلان أخضر، فلفل أخضر، حبة جزر مفرومة، بطاطا مفرومة، ملعقة بهار هندي، ملعقة صغيرة ملح، كوب ونص طحين دنجو، وماء للعجن، طبعا زيت للقلي. يلا الحين نقطع الفلفل الأخضر قطع صغيرة، وبعدين نقطع الجلجلان الأخضر، ونضيف كل هذه المقادير في إناء ونهرس ونهرسهم 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 شوي مع بعض كله. وبعد ما هرسناهم مع بعض نسخن في الجانب الثاني زيت القلي، ونرجع لوجبتنا ونضيف عليها مسحوق الدنجو، ونضيف البهار الهندي والملح، ونضيف ماء للعجن، بس انتبهوا الماء لا تكبوها، عاد مرة بهيوتين كثرة تسوي وتغرقوا بقياس. الشت الشي نبدأ نعجن المقادير كلها بهذه الطريقة، ونجهز إناء حطينا فيه مجفف للزيت، ونبدأ نحط خليط الفلافل على الزيت وبالحجم المناسب، وخليها حتى تتحمر، ولا ننسى نقلب الفلافل على الزيت عشان تستوي من كل الجهات، وإذا شفناها استوت طبعا نطلعها على طول على القمر حرقناها، انتبهن عليها، ونطلعها من على الإناء اللي جهزناه. وشوفوا على الجمال، وشوفوا على، يا ربي تسلم إيدش تسلم إيدش يوم فجأة. أيوة الحين نقدمها على السفرة، وطبعا الشيف ضبطت للفلافل خلطة خاصة مكونة من الحليب والنعناع. يلا بالعافية، واللي حابة معاها صلصة الطماط ترى بعد عادي، كل حد وذوقه. هذه وجبتنا اليوم، وبالعافية عليكم ومع السلامة.